tous et bienvenue sur le 360. Dans quelques minutes, les Lions de l'Atlas affronteront la Gambie en match de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations qui doit démarrer le 21 juin. La Gambie est la 63e nation mondiale au classement FIFA. Les Lions de l'Atlas jouent au grand stade de Marrakech, un stade dont la capacité est de 45 000 places, mais qui aujourd'hui n'est occupé que par quelques centaines de supporters qui ont fait ce déplacement ce mercredi après-midi à 17h30. Voici les quelques supporters que nous avons rencontrés ici. المنتخب الوطني ان شاء الله غادي يربحوا ولكن الانتظار ديالنا اللي بغينا نتسناو ان شاء الله هو في كاس افريقيا بغينا الكوب هادشي كامل بغينا الكوب ان شاء الله اللي حنا كنتسناوه تقريبا هذه سنين من السبعينات ما عمرنا شفناه ننتظر ان شاء الله نشوف مباراه مزيانه ودوك الدراري كلهم واثقين فيهم تيبانوا لعابه مزيانين تابعناهم من الاول حتى الاخر ونتمنوا التوفيق وديما ماروك لونترينور عنده واحد ليدي ديال لو جروب ستادير هو ديجا لقى اون ليزون اونتر لي تروا في لو ميليو سا ديبون التاكتيك ديالو اللي غيستعمل في لي في في ماتش او نيفو ديال لاكان مي او نيفو دو بريباراسيون كنظن انه غي ايسيي لي جوغ اليوم والماتش زامبي عاد باش غيدخل بالرسميه وبيان العكس وبيان لو كونترير لي منتظر المنتخب الوطني هما يبينوا لنا كيفاش وصلوا بعد 3 سنين وزياده باش كان المنتخب جمع باش كيفاش غيبريباريو لهاد الكوب دافريك لانه حنا محتاجين الكوب دافريك باش يجيبوها لنا وتنتمناو باش يكون المنتخب في المستوى على التغييرات اللي داروا رد حارث رد دراري دونك حنا معاه في هاد المساله هادي لانه بعد جاي بغيناه ولكن باقي لاج ديالو باقي ان شاء الله تجربه مع الوقت حارث ما لعبش العام كامل وكي قلنا بوطيب اولا الكعبيت في الاخر تختار بوطيب تنظن غادي معاه مزيان عندنا واحد خمسه نتاع الناس ولا سته اللي وصلوا لافان د كارير وتنتمنى يديو معاهم كوب دافريك نبدا من بوصوفه والحماجي والقائمه راه معروفه نتاع سته الناس تقريبا ولا خمسه دونك يستاهلوا يمشيو ويستاهلوا يجيبوا الكوب دافريك وان شاء الله نتمنوا لهم حد موفق وشكرا بغيت ماركي بغينا حمد الله ولكن ما حال واش عيطوا عليك حنا بغينا حمد الله وحنا بغينا الدراري ديال البطوله اللي لعبوا ما الدراري برا ديال مزيان الدراري ديال برا بركه من الدراري ديال البلاد عطيهم تا ما فرصه ديال المنتخب بالمحلي نسجلوا ان شاء الله اليوم بينا حمد الله تا يتالق في هذه المقابله ان شاء الله جينا من شيشاوا باش نشجعوا الفريق ديالنا المنتخب الوطني وكنتظروا ان شاء الله يربح ب 3-0 ولا 3-1